كيف نقف في وجه المجادلين والمشككين في الشارع الإسلامي؟ سؤال جميل جدا. بوركت. احنا عايزين نقول لهم يا جماعة علشان نحاور معاكم، تعالوا نتعلم اولا اسس الحوار في مسائل الدين. ما هي اسس الحوار؟ هيقولوا لنا تعالوا. اقول لهم تعالوا يا جماعة في الاول. الاول احنا بنتناقش مع مسلمين ولا غير مسلمين؟ مسلمين. ده السؤال الاول. مسلمين. اللي قال انا غير مسلم هقول له مش مسموح لك، لانه انا لا اناقش ديانة غير المسلم، ومحظور علي اقول له. وفي قانون يمنع هذا؟ ايوه، نطالب بتفعيل القانون. نعم. جميل. نعم، ازراء الاديان وتجديف في الاديان. ممتاز. اذا كان مسلم نتكلم المسلمين، اذا كان مسلم تعالى نتكلم كمسلمين. أيوة. احنا عندنا ايها الاخ الفاضل العزيز المدعي المشكك اليك الاتي. ما بلاش المدعي والمشكك. لا، يعني كلمه مدعي ده لفظ، ده لفظ قانوني. ايوه، يعني اللي بيتهم الناس. ما هو مدعي، انا بلقي عليك تهمه وانت من حقك مدعي عليه تدافع عن نفسك. تمام. جميل. طيب انا بقول لك تعالى يا استاذ، انت عارف كويس جدا منهج التشريع الاسلامي في الحوار في المسائل الدينيه؟ هيقول لي لا. اقول له طب فضلك ان نتعلم. بعد اذن حضرتك، بعد اذن حضرتك دكتور، هيقول لحضرتك انا جايب انتقاد معين في الفقه موجود اهو، موجود في الكتب. مش هتعمل لي اختبار، انا مش في المدرسه يعني. نعم. موجود في الكتب. هترد. نعم. عليه تقول له ايه؟ اقول له الاتي. اتفضل. نمره واحد. انت مجتزئ بعض القضايا الفقهيه ولا تعرف اسباب ورودها في الكتب. تمام. فلازم اعرفك دي موجوده في الكتب تحت عنوان ايه؟ زي ما قلت لحضرتك انها تتمه او فرع. تمام. فيا فلان ما تعتبرش دي ركيزه من اركاز من ركائز الاتهام، عايزه تجيب لي حاجه جوهريه لدي مساله نفس المؤلف بتاعها مش معترف بيها، قال انا معاملها افتراضا ربما تحدث في المستقبل. ومعظم قضاياهم، والحاجه غريبه جدا يا دكتور محمد، وجدت كلهم، واحد طبيب امراض جلديه، واحد طبيب مسالك بوليه، واحد بتاع لغه عربيه، واحد بيقول انا مؤرخ. واحده بتقول انا مهندسه اصلا واشتغلت في الصحافه والدين. وتجيب لك 3-4 اسامي علماء، تقول يا سلام ايه خررت العلم دي، يعني حاجه ما فيش بعد كده. بتقول لك ايه انا قرات للتبريزي. ده بعد اذن حضرتك يخليني اؤجل السؤال اللي طرحته لحضرتك، كيف نواجههم بسؤال اراه اخطر اهميه. نعم. بعد اسباب وجود المجادلين والمشككين في القران ايه اسبابهم؟ اسباب وجودهم ايه دكتور؟ جميل، الله يكرمك. انا الناس دي جت ازاي؟ انا اقول صراحه يا ليت ان هناك اسباب خارجيه مموله وتمويل رهيب. يعني انا اعرف، وده معلومه احب ان احد يؤكدها ليا، ان في وزاره الخارجيه الامريكيه ووزاره الاعلام والثقافه ان كان هناك ما يسمى بذلك، نواب وزير لشؤون الهوية الدينية في الشرق الأوسط والبلاد الإسلامية. عندهم أقسام اسمها قرآن كوربشن أصلا، تخاريف القرآن. قاعد يا دكتور محمد مخصوص بجهاز إداري ضخم، بجهاز استخباراتي يعاونه، وسفراء في الدول المختلفة تلتقط المشاكل الدينية الموجودة في المجتمعات وتديها لهم علشان يبعتوا فلوس لرجالتهم عندنا أو لأجهزة إعلامهم عشان يسخنوا القضية ويحدثوا فتنة في المجتمع. ده كده في مؤامرة على الدين يا دكتور يعني. مش واحد 100% 100%. ويسمح لها بالتمويلات تدخل الدول وتذهب الى، والله انا بنفسي سمعت مراقبه في بعض المفكرين قالوا في البرامج التلفزيونيه هذا قطاع مهم جدا في السياسات الغربيه والامريكيه علشان تمهيدا لتمييع الدين وكيفيه سهوله اختراق المجتمعات دي ثقافيا بعيدا عن الهويه الدينيه. ادي الاسباب الخارجيه، فلوس وسياسه. طيب والضغط على حكام البلاد الإسلامية التي معظمها لا يعني يشيع الحريات أو يتمسك بالقرار الواحد أو عدم المناقشات والجدل وغير ذلك، يتأثر بضغط هذه الدول ما تعملوش كذا أو ساعدوا في كذا، وإلا انتوا تعبانين اقتصاديا، انتوا تعبانين تعليميا، انتوا تعبانين صحيا، مش هنديكم معونه في هذه الجهات اذا ما رضقتوش لتعليماتنا في مجال الهجوم على الدين بهذه البرامج. والا كيف تفسر لي يا دكتور محمد ان واحدا من جماعه التكوين ديت مذيع في محطه اجنبيه؟ لا. هذه المحطه تنتسب الى احدى الدول الكبرى المعاديه للدين الاسلامي، يستضيف في هذا البرنامج وله اسم مش فاكره، اسم غريب شويه، يعني حاجه تغيير او كده. المهم يعني الراجل الضيف اللي جابه وهو سوري، واللي بالعلم جماعه التكوين فيها 2 سوريين من الملاحده موجودين، وواحد منهم قال لليوسف زيدان انت افضل
أنت أفضل فكريا من طه حسين وأنا أفضل منه أيضا. طب إذا كان طه حسين الرجل المتنور اللي عاش في فرنسا وكانت له آراء حرة إلى فترة كبيرة من عمره كده، أمال بقى الجاهليين الأئمة الأربعة والصحابة وعلماء الدين القدامى يبقوا إيه؟ إذا كان طه حسين مش مقبول لديك وهو في العصر الحديث، أمال هتقول إيه عن القدامى؟ نقصد بهم السلف مش الجاهليين ولا السلف؟ تقصد حضرتك؟ هما أنا بقول جاهلين على لسانهم. لأن أحدهم هو قلب يتم فقام ونوم جاهلة؟ السيد إسلام بحيري، والكلام مسجل وموجود في حلقات في التلفزيون المصري، وصف الأئمة الأربعة بأنهم جهلاء وأشاعوا الجهل، واخد بالك؟ ووصف الله في حديث، أنا مش في التلفزيون المصري، لا التلفزيون المصري لا، والله والله في التلفزيون المصري، وأقول لك اسم المذيع يعني، لا لا مش مهم، وصف الفقهاء، وصف الفقهاء بالجهل وأنهم سبب ما نحن فيه من فتن الآن. والبرنامج اللي عامله الصديق في قناة الأجنبية دي جاب الرجل السوري قال له سبب هلاك الأمة الإسلامية سنة النبي محمد. أعوذ بالله، والله بأذناي ولم ينقلها إلي أحد. ما دور المؤسسات الدينية حيال هذا الكلام الخطير الذي يروج؟ المؤسسات الدينية قسمين، مؤسسة جريئة ولكنها تميل إلى الهدوء، يعني مؤسسة الأزهر الحقيقة فضيلة الإمام الأكبر أصدر بيان أنكر فيه هذا الفكر، وانه احنا مش هنتعب نسيرها ونرد عليكم لان انتوا بتتكلموا في هراء لا يستحق الرد. في مؤسستين تانيين مهمين جدا في البلد ما نطقوش بكلمه خالص. هل هذا الرد حكر على المؤسسات الامنيه ام على عوام الناس ام على العلماء؟ ناس كتير اتكلمت، ام على يحتاج الى قرار ام ماذا يعني؟ افتح صحتك شبكات التواصل، امم من الناس العاديين جدا قالوا لا 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 هذا كلام باطل ولا نقبله ولا نوافق عليه، قالوا هذا. لكن لما بس جهود شخصيه فرديه، طب لما يكون معاك انت بقى نفوذ، ايوه ده للناس دول، أيوة يتكلموا اعلاميا، والواحد فيهم عنده برامج بتوصل لست ساعات في الاسبوع، ووقت ما يستضاف يستضاف، حتى ان واحد منهم من باب الغرور دعا المستشار الديني لرئيس الدوله ان يحورهم جميعا في جلسه واحده، فقال هذا ليس من شاننا، احنا جايين نعلم الشعب المصري الذي يعني فيما معناه انه جاهل ومتخلف فكريا، جايين نعلمه الثقافه والفن والابداع والفكر والدين بالمره. هذا الكلام ذكره السيد يوسف زيدان في رده على دعوه الدكتور اسامه الازهري للحوار معاه. والحوار المؤسسه الدينيه على استعداد للحوار والمناظره، والحوار اللي اقترحه عمرو اديب بين عبد الله رشدي وبين اي حد من الجماعه السته، خد بالك؟ قال لا احنا بنقابلش حد. ليه؟ لانه عارف ان الهزيمه مضمونه 100%. ليه؟ لان هنرجع لسؤالك اللي احنا بدانا به، اللي هو حضرتك انا هقول له ايه لما اقعد معاه؟ لان انا موافق اقعد معاه. الوقت انا عندي منهج يا فلان، لا المذيع هيفرض عليا المنهج بتاعك، ولا انت تفرض عليا انك تلقي عليا بقضيه مهترئه دينيا لانها من باب الفقه الافتراضي وليس عليها اجماع ولا اتفاق الفقه الاسلامي، وعايزني تتحكم فيا ابدا معاك الحوار فيها هي صح ولا غلط؟ لا لن اقبل. ليه؟ لانك عايز تطلعني الدور العاشر من غير ما تمر على الاول لحد التاسع. دي نمره واحد. ايه هي التسعه ادوار؟ هل انت متخصص؟ هل انت مذاكر الخلفيه ديت؟ هل تعرف العام والخاص والمطلق والمقيد ودلالات الالفاظ ومفهوم المخالفه وغير ذلك؟ لا ما اعرفش. طيب امال جاي ليه؟ ما تروح تعرف الكلام ده. هو انا مالي ومال الكلام ده؟ يبقى انت مش متخصص، ارجوك اقفل الحلقه يا استاذ. اتنين، حضرتك تعرف طرق السنه من حيث السند والاثبات والروايه والدرايه وعلاقه السنه بالقران، وان السنه فيها سنه ابتكاريه منشئه لم ترد في القران الكريم، وان فيها سنه مؤكده وسنه تفصيليه وسنه شارحه؟ تعرف الكلام ده؟ لو تعرفوا اديني مثال. تلاته، من فضلك يا استاذ، هو انت اخصائي ورئيس قسم ازراء الدين الاسلامي؟ هيقول لي لا انا مش كده. هقول له لا انت ما شفتكش في حته الا بتزدري الاسلام، عندكش حاجه تمدح بيها الاسلام، دينك اللي انت معتنق وقاعد تحج وتصوم وتقول انا مسلم واسم محمد واسم احمد وكذا. حاضر، من فضلك. أو ممكن نقول له أنت مسلم بأمارة إيه يعني؟ أيوه، ما أنا عايز أقول كده. واحد بيقول إن بيت الأقصى مش هو اللي عند إسرائيل، يعني بيعترف لإسرائيل بتملك المسجد الأقصى، مش ده بيقول ده موجود في الطائف في السعودية، وأقصى يعني يبتعد قليلا عن المسجد الحرام. ده تخاريف يا دكتور. ده كتب مصطنعة وكتب إسرائيليات جاي وحطها لي على الشاشة،
بالشكل المخطوط القديم بتاعها. ومن اذا كنت انت بتنتقد البخاري اصح كتب الحديث، انا ما انتقدش الكلام اللي انت جايبه ده، ده دليل ده.